يعني كتضارب انه بين صلاحيات مجالس المحافظات وصلاحيات الوزاره. اليوم السيد المحافظ كيف ينظر لهذه التعيينات؟ هل ستلغى؟ هل ستبقى على حالها؟ اذا اليوم هاي القرارات السيد رئيس اللجنه اللي المكلف من السيد رئيس الوزراء، هل سيتجاوز هذه العقبات باعتبار انه لهم اولويه وهذه ضمن ضوابط؟ وتحدثت عن مشاريع متلكئه، وحضرتك واهالي كربلاء والزوار عانوا من هاي المعاناه يمكن اكثر من مؤتمر طرحناها. مشروع دوار كربلاء اللي صارت حتى يمكن صار عبء على الزوار على المدينه. سؤال السيد رئيس اللجنه المكلف رئيس الوزراء، يعني الكل ينتظر متظاهرين، يعني انا يوم كمواطن قبل ان اكون صحفي احبذا ان تكون هذه الاجتماعات وان نتجاوز هذه العقبه التي يمر بها العراق. هنالك دول قد تتربص بالعراق، يا حبذا ان يكون ضمن هذه اللجنه مجموعه من المتظاهرين من المثقفين حتى تكون صوره واضحه. وما هي نتائج التحقيق الاوليه؟ وسؤال اخر لجنابك باعتبارك رئيس وزير الدفاع وايضا تعتبر على يعني في واجهه الحدود العراقيه وانت مسؤول عن الحدود العراقيه، هنالك تساؤلات تطرح بخصوص تدفق اكثر من 13,000 داعشي بخصوص عمليات الجيش التركي في الحدود السوريه. شكرا جزيلا معاليكم وشكرا جزيلا سيد المعارض. تقصد نتائج تحقيق المظاهرات؟ اي بالسؤال القوات الامنيه والمتظاهرين. انا اسف. احنا اليوم بالخمسه العصر ان شاء الله عندنا الاجتماع الاخير للمقررات وتوصيات اللجنه اللي راح تكون ان شاء الله تعلن باذن الله. معالي الوزير. طبعا للعلم يعني مع الاخ القرارات واشتغلت اللجنه بشفافيه عاليه حتى الامانه، يعني لم نكن منحازين لاي شخص بما فيها كضباط في القوات الامنيه قصروا، وكذلك اي جهه مقصره هي كتب يعني راح تكتب انه هاي الجهه مقصره، ما بها اي مجال. شفافيه عاليه، احنا كنا مع شعبنا مع مواطنينا، هدفنا وواجبنا هو حماية المواطن. اخوان الاعزاء، المطالب اللي طلبوها من عندنا حقيقة ليست تعجيزية، وانما كلها مطالب مشروعة وقسم من عندها بسبب الروتين بين دوائر الدولة وبين التعامل في دوائر الدولة وبين الكتاب اللي يذهب الى الكتاب الإجابة، فهذا قسم من عنده يعني جعل تلكؤ في هذه المشاريع او في هذه الطلبات. حقيقة هاي ممكن تجاوزها، اكو طلبات انيه يجب ان تكون قسم منها ضمن صلاحياتنا وصلاحيات الاخوان اللي موجودين ويانا المشرفين على 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 موضوع كربلاء. احنا انطينا وعود باللي نقدر عليه، باللي نقدر ننفذه حقيقه، يعني اللي نفذ انطينا وعود بتنفيذه، الباقي راح نحيله الى مجلس الوزراء، قسم منها صلاحيات مجلس الوزراء. تفضلت في اخي العزيز في موضوع القضيه الامنيه في سوريا، حقيقة يعني المعلومة يعني ما واسطتك صحيحة انه مو 13,000 ارهابي دخلوا الى العراق. ينوون الدخول سيادة لا لا هي مو هيك الكلام، يعني اثناء دخول القوات التركية الى سوريا كان هناك سجن في شمال سوريا، السجن ب 800 ارهابي، من وسط القوات التركية لقوه مفتوح، يعني من وصلوا للسجن لقوا السجن مفتوح والارهابيين ما موجودين. لقوا القبض على 134 شخص، القوات التركيه لقت القبض عليه، الباقين يعني هاربين في سوريا، قسم من القوات السوريه لقت القبض عليهم، قسم منهم اتجهوا لاتجاه الحدود العراقيه، لقينا القبض على قسم منهم، ضابطين حدودنا احنا يعني بصوره لانه ما نقول 100% حقيقه، لانه اكثر يعني اكثر قواتنا الامنيه كانت متجهه الى النجاح وتامين حمايه الاربعينيه، لان تامين مسؤوليه امن واداره 18 مليون ليست بالسهله، فكانت قواتنا الامنيه من كافه القوات الامنيه ليس الجيش فقط متجهين بهذا الاتجاه. اتفقنا مع الاخوان في كردستان لغلق جزء من الحدود من جانبهم هم وجزء من الجزء الباقي علينا، مع قيامنا بعمليات تعرضية على كل المضافات الموجودة في غرب العراق، يعني كل مضافات داعش الموجودة، أينما تجينا معلومة على داعش موجود تكون عليه هناك عملية عسكرية.